محلل عسكري لدى قوات الشرعية مفاجآت، وهذه المحافظة ستقلب الطاولة على الحوثي. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. قلل الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب من قوة العرض العسكري الذي نفذه الحوثي بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وأشار المحلل العسكري إلى أن محافظة مأرب قادرة على قلب الطاولة على الحوثيين بعد استعراضها العسكري، وقال: ثقوا بجيشكم ولو كان لديها قدرة على إحداث شيء ما تأخرت لحظة. وأضاف بالقول: هل تتذكرون معركة مأرب؟ في إشارة إلى فشل الحوثيين في السيطرة على محافظة مأرب في العام 2021 رغم دفعهم لكل قواتهم العسكرية. وأكد المحلل العسكري إن معظم ما استعرضت به جماعة الحوثي من أسلحة متوسطة وثقيلة وفوق ثقيلة هي مجرد محاكات هيكلية مجسمات، حيث استدرك بالقول: لكن هذا لا يعني أنه ليس لديها أسلحة من هذه الأنواع أو بعضا منها، وهي طبعا محدودة الكم. وكشف الأكاديمي العسكري علي الذهب لتحقيق التوازن أو ما يزيد عليه، حيث أتم منشوره بالقول: في المقابل، هل لدى القوات الحكومية ما يحقق التوازن أو يزيد عليه؟ أقول وبكل وثوق: هناك مفاجآت.